جديد بعد انتصار ليفربول في ملعب برنتفورد 3 نقاط ثمينة لليفربول، ويعزز الصدارة ب3 نقاط حيث أصبح ب57 نقطة بعد لعب 25 مباراة على مستوى البريمير ليج، وفي طريقه صحيح حتى الآن بالرغم من الإصابات والظروف الصعبة. السيتي ب52 مع أرسنال، حتى الآن السيتي منقوص أيضا من لقاء آخر، وهذا هو ترتيب الصفحة الأخرى من جدولية الترتيب، حيث الصراع سيكون على أشده بين بيرنلي وشيفيلد، وبيرنلي في لقاء صعب آخر حيث سيلاقي أرسنال أحد أبرز الأندية المرشحة للظفري بلقب البريمير ليج. دعونا نستعرض ما حدث في لقاء برينتفورد وليفربول مشاهدين الأعزاء في لقاء كان صعب، كان مميز، كان كل شيء في البداية لمصلحة برينتفورد، إلا أن ليفربول دكتور طارق عرف كيف يستغل الفرص وتحويل الفرص إلى أهداف. يعني الأخطاء اللي وقع فيها برينتفورد أخطاء مشتركة ما بين مدرب ولاعبين. المدرب في الهدف الأول كيفية المبالغة في الهجوم، عدم وجود لاعب، يعني ممكن كان شكل المباراة يختلف، عملية العودة للمباراة، لكن أخطاء الفريق، أخطاء في التمركز، أخطاء في فكاك الكرة، أخطاء في التعامل مع الكرات، هدف الثاني أيضا خطأ في تمركز قلبي الدفاع، وأيضا هدف الثالث، يعني الأهداف التي أتت أخطاء دفاعية بقرارات لاعبين. يعني استغل ليفربول، وهذه ما هي مشكلة ليفربول لأنه يخطأ فريق ما لا يستغل، بالعكس استغلاله كان ممتاز، استطاع يسجل 4 أهداف، كان ممكن يسجل أكثر. يمكن الشيء الجيد بالنسبة لبرنتفورد أنه يعني في آخر ربع ساعة على الأقل حاول أن يعود المباراة، حاول يعود المباراة عن طريق تولي، سجل هدف كان في ربع ساعة، والتايم أيضا المضاف كان ممكن يعود، لكن شوف الأخطاء، أخطاء فردية من اللاعبين، تعامل مع الموقف نفسه. صراحة مستغرب أنا من الدفاع برينتفورد إنه يحدث فيه مثل هذه الأخطاء الدفاع وأخطاء دفاعية. في المقابل كان حدث في المباراة كان ممكن يغير شكل المباراة، يعني أنا بوجهة نظري كان في نوع من التدخل والإفراط في القوة، أعتقد إنه كان يجب على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء على روبنسون في هذه اللقطة، أعطى بطاقة صفراء لتوني، غريب. لا هل هذه ركلة جزاء؟ لا هو عطى الفاول، لكن شوف دخل ركلة جزاء سزاقة. بل أنت ضربة جزاء صحيحة من دفع من روبنسون في دار إيفان توني، غريب. أنا أشوف حتى اعتراض يعني عشان ما يقولها الحكم، فعشان يرجع للفار ويصحح خطأه، دي تبقى مشكله بالنسبه له، يعني هو من الحكام الكبار، الاسماء الكبيره بالضبط، هو ده سبب. لكن ضرب هو صعب يعود للبار، اكبر الحكام يعود على مستوى العالم اكيد، ولكن ضرب الجزاء كان لازم يرجع للفار وياخد راي الفار، ممكن يروح للمونيتور ويشوف، لكن هي ضرب الجزاء صحيحه وكان ممكن يعود بها برانفورد للمباراه، ولكن انا ده قرار الحكم في الاول وفي الاخير. قرار غريب صراحه من حكم المباراه، انا شخصيا توقعت ان الفار ركله جزاء، الفار يعني حتى تدخل من الخلف، فقد توني حتى توازنه، وشفناه شون عملية الدفع من روبنس، لكن هذا شيء ما غير حتى من شكل الفريق. فريق أيضا عنده أخطاء دفاعية كثيرة على مستوى الأفراد. هذا كل شيء بما يخص لقاء برينتفورد وليفربول مشاهدين الأعزاء. هناك لقاءات عديدة تلعب بعد حوالي ربع ساعة من الآن عبر بين سبورتس، ليفربول ينتهي لمصلحة ليفربول في مباراة العودة مرة أخرى بعد الإصابة لمحمد صلاح، وفي تسجيل أيضا لمحمد صلاح كان حاضر في هذا اللقاء في ملعب صعب. يورجن كلوب يسترجع الأنفاس بعد لقاءات كانت صعبة، أبرزها اللقاءات الماضية حيث كان لقاء أرسنال الصعب، خسر فيه ب3 أهداف مقابل هدف، والإصابات لازالت مستمرة مع ليفربول، والأوضاع الصعبة لازالت مستمرة مع هذا المدرب غير محظوظ بإصابة أهم الأسماء وعمدة
السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه مع جمهوره فوز مهم جدا جدا لليفربول على برادفورد في ملعبه برباعيه مقابل هدف واحد في مباراه فيها جوانب ايجابيه وفي جوانب اصابات. الاصابات طبعا اصابه ديكو جويتا واصابه جو نيز اللاعب خط وسط ملعب ليفربول، لكن رب ضارة النافعة نزل مو صلاح ايجيبشن كينج عشان يعمل اسيست ولا اروع ليه الكسيس مالي كيستر، وبيحرز الهدف الثالث مو صلاح علشان يغزو الصدارة لليفربول برصيد 58 نقطة. 58 نقطة رصيد ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي. نحن في انتظار مباريات عديدة في الدوري الانجليزي، منها مباراة بيرلي والارسنال وكمان مانشستر سيتي وتشيلسي. اليوم ان شاء الله ليفربول على صدارة البريمير ليج في النهارده بعد فوز عريق بعودة محمد صلاح الى الملاعب والاراضي الانجليزية. يا رب اللايف الحلقة يكون عجبكم، اسمعنا في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجة.